عاد الدولي المغربي رومان سايس للحديث عن مشاركة المنتخب المغربي في كأس العالم، قطر 2022 مبرزا أن النخبة الوطنية أرادت تشريف كرة القدم الوطنية في المسابقة العالمية. وقال سايس أثناء مروره في إحدى القنوات: "لا زلنا نأسف على إضاعة فرصة الوصول إلى النهائي، وعدم الفوز على منتخب فرنسا، لكن الظروف لم تكن في صالحنا خصوصا مع وجود الإصابات ومرض بعض اللاعبين، والإرهاق البدني أيضا". أشعر بالفخر حقا بعد نجاح المونديال العربي. كما أن تنظيم البطولة في قطر جعلنا نشعر وكأننا نلعب على أرضنا وبالتالي كان ذلك حافزا لنا للفوز باللقب وليس فقط بلوغ نصف النهائي وفيما يخص اراكراكي قال جعلنا نريد أن نحصد كل شيء حين ننزل إلى الملعب لقد تجاوزنا الخلافات التي كانت في الماضي بين المحترفين والمحليين وكنا جميعا وراء الراية المغربية رغم أن البعض يتكلم لغات مختلفة نيل شرف الاستقبال من طرف الملك محمد السادس شيء استثنائي بالنسبة لي وما فعلناه مع المنتخب يعود كل القاب العالم أردنا حقا العودة باللقب إلى الديار لكن ربما سنفعل ذلك مستقبلا